يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ما معنى الشرك في هذه الآية؟ هل هو الأكبر فقط أم الشرك الأكبر والأصغر؟ يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لكن يتفاوت. الشرك الأصغر أخف من الشرك الأكبر من وجود، وإلا يعم لفظ عام فهو ظلم، نوع من الظلم. الشرك الأصغر نوع من الظلم. نعم.